اللي غادي يمكن لي نقول لك بالنسبه للمباراه الاولى كما شاف الجميع كانت في اتجاه واحد اللي هو كان الاحتواء ديال الكره بنسبه كبيره للوداد. كانت فرص كثيره اليوم بالنسبه للوداد، خلقنا فرص كثيره ما سجلناش، وبالتالي ضد مجرى اللعب جات ركنيه اللي كان يمكن الحكم يصفر، لمسه يد كانت واضحه ما عرفتش علاش ما صفراش، مي في الركنيه استغلوها سجلوا، ونفس يعني ايقاع المباراه في الشوط الثاني زادوا لاعبين في الايقاع، خلقنا فرص كثيره ما سجلناش لانه مرمى نهضه بركان اللي كان وراءها حارس من المستوى العالي، واليوم الا مشات بركان منتصره ب1-0 فالفضل الكبير كيرجع لزهير العروبي. الانسان ما ينكرش على ان الاربع لاعبين ولا الخمسه المصابين هما من العيار الثقيل ولاعبين اساسيين في الفريق، لكن اللاعبين اللي احنا تعودنا اننا نلعبوا في غيابات كثيره وكنفوزوا بالمباريات، اليوم يمكن نقول مفتاح المباراه اليوم انه ماشي اللي كيلعب مزيان واللي كيستحوذ على الكره اكثر هو اللي كيربح. اليوم درنا كل شيء الا تسجيل ما سجلناش.